بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة البرودكشن واحد وطلبة مانيفاكشن تكنولوجي، إن شاء الله النهاردة هندي محاضرة مختصرة كده عن البلاستيك. كنت وعدتكم في بداية الترم إن إحنا إن شاء الله هنتكلم عن موضوع البلاستيك ليه مليء بالأهمية في الصناعة. جزء كبير من الصناعة حوالينا بيشتغل فيه البلاستيك. في ثورة في العقود الأخيرة حصلت في البلاستيك، معظم الأجزاء اللي كانت بتصنع من المدة دلوقتي ممكن نحل محلها أجزاء من البلاستيك. البلاستيك طبعا مع انه ليه مزايا كتير، لكن عيبه ان هو ملوث للبيئه، ففي اضراره البيئيه كتيره. المحاضره النهارده الغرض منها ان احنا نعرفكم ايه هي طرق تصنيع البلاستيك، او عنوان المحاضره اسمه بلاستيك بروسيسنج. هنبدا انتروداكشن الاول عن كلمه بوليمر الاول، لأن البلاستيك هو أحد صور البوليمر، وكلمة بوليمر هي جريك وورد معناها ميرو، أو بتعني كلمة يونت أو وحدة يعني. المواصفات بتاعة البلاستيك أو المواصفات بتاعة البوليمرز عموما، إن هو لو تمبريتشر ستابيليتي، يعني درجة حرارة اللي بتأثر فيه درجة حرارة قليلة بتأثر فيه عالي، لو هاردنس الهاردنس بتاعته أو الصلابة بتاعته قليلة، الميكانيكال سترينس بتاعه أقل من المعدة، هاي elongation under application of stress يعني بيستطيل اكتر من المعادن، لو ثيرمال اند الكتريكال كوندكتيفيتي يعني تعتبر تقريبا ماده عازله، تقريبا ما نقولش عازله يعني، لكن التوصيل الحراري والتوصيل الكهربي بتاعها اقل بكتير من المعادن، هاي سنسيتيفيتي للزير مورفولوجي او العناصر الخارجيه بتاثر على البلاستيك اكتر من الميتال. دي يعني بعض الخواص اللي بيمتاز بها البوليمرز. طب انا بتكلم ليه عن البوليمرز؟ لان البلاستيك احد صور البوليمر. يعني لو بصينا كده في السلايد اللي جاي ده هتلاقي البوليمر بينقسم الى نوعين. البوليمرز بينقسم الى نوعين، احد صور البوليمر هو الايه؟ هو المحاضرة بتاعت النهارده هي الايه؟ البلاستيك. في منها المطاط كمان، لكن مش موضوعنا موضوع المطاط ده، احنا عايزين نتكلم عن الايه؟ عن البلاستيك. البلاستيك في منه مكتوب هنا نوعين، هما بصراحة تلات أنواع، وإن كان النوع التالت ما بيستخدمش كتير. النوع الأولاني اسمه سيرمو بلاستيك، وكلمة سيرمو بلاستيك يعني إيه؟ كلمة سيرمو بلاستيك يعني هو النوع من البلاستيك اللي كان ريسايكل، يعني نقدر نعيد تدويره. انت بتشوف الراجل كده بتاع روبيكا في الشارع مدير حته بلاستيك يقدر ياخدها وحاجه تانية ما يرضاش ياخدها. طب هو بياخد ايه؟ هو بياخد البلاستيك اللي هو الطري اللي هو بيعاد تدويره. يعني ايه بيعاد تدويره؟ يعني بنصنع المنتج مثلا حصل فيه تكسير او تلف، نعمل فيه ايه؟ بناخد الجزء اللي تلف ده نعمل له كراشنج ونضيفه كجزء من الرو ماتيريال مره تانية عشان ننتجه مره ايه؟ عشان ننتجه مره تانية. يعني التشارج اللي بنحطها في المكنه تبقى فيها جزء خامه جديده وجزء من الريسايكلينج اللي احنا عملنا له عمليه كراشنج او عمليه جرش عشان نحوله لباودر او لجرين صغيره يقدر السكرو يقدر يدفع. هذا النوع من البلاستيك اسمه سيرمو بلاستيك. السيرمو بلاستيك ماله بقى؟ كان ريسوفتنج باي هيت، يعني معناها ان هو نقدر او كان دي ريسايكل، يعني نقدر ندوره او نقدر الحاجه اللي تلفت منه او الخامه اللي تلفت نقدر نصنعها مره ثانيه. طبعا ده نوع اقل ضرر على البيئه، لان طبعا اي جزء بيتلف من البلاستيك ده بقدر اعيد تدويره مره ثانيه فما بيقعدش في البيئه ويفضل على حاله. زي الاكريليك، زي البي في سي، زي النايلون، دي كلها امثله على السيرمو بلاستيك. يبقى اول صوره من صور البلاستيك هي السيرمو بلاستيك. الصوره الثانيه من البلاستيك اسمها سيرمو سيتنج. انا هسيب السيرمو سيتنج هتكلم عليها بعد شويه، بس هتكلم عن النوع الثالث. النوع الثالث اسمه كازين بلاستيك، او الكازين بلاستيك ده هو نوع ان بتويت بين السيرمو بلاستيك وبين السيرمو سيتنج. طب ايه هو السيرمو سيتنج الاول؟ السيرمو سيتنج بيتصنع البلاستيك او الخام بتتصنع مره واحده بس، يعني كان نوت بي ريسايكل. يعني ايه كان نوت بي ريسايكل؟ زي اطباق الميلامين اللي عندنا في البيت كده. اطباق الميلامين اللي بيحصل لها؟ طبق الميلامين لو نسيته في الفرن شويه بيتحرق ويبقى حته فحم، يعني معناه ان الحراره اتلفته. يعني المنتج لما بتصنع مره واحده وبعد كده لو جيت تدويره مره ثانيه ما ينفعش تدويره. ده نوع خطير جدا على المياه، لان النوع ده بيفضل على حالته، بيضطروا يعملوا له مدافن، وحتى لو اتعمل له مدافن بيفضل على وضعه. يعني المعادن
والحاجات العضويه معظمها بتقدر تتحلل مع الزمن، لكن البلاستيك مشكلته ان هو بيفضل على وضعه، النوع ده الريجيديتي بتاعته هاي مودولس او هاي ريجيديتي، يعني تلاقيه صلد شويه عن عن البلاستيك التاني. وغالبا الناس اللي بيلفوا في الشارع دول عشان ياخدوا الربابيكيا دول بتبقى بياخدوا البلاستيك الطري ويسيبوا البلاستيك الناشف، لان البلاستيك الناشف غالبا لا يعاد تدويره او ما بيتجرش مره تانيه ويعاد تدويره مره تانيه. يبقى في عندنا نوعين من البلاستيك، نوع اسمه سيرمو بلاستيك وده بيعاد تدويره كان بي ريسايكل، ونوع اسمه سيرمو سيتنج كان نوت بي ريسايكل زي الايبوكسي والامينو ريزينز والبوليسترز ريزينز، يعني اطباق الاطباق اللي هي الحاجات اللي هاب كلها او الاطباق اللي هي مكونه من الملامين دي كلها مثال على السيرمو سيتنج. في نوع ثالث من البلاستيك اسمه كازن بلاستيك، والنوع ده ان بتوين، يعني بيعاد تدويره اه لكن مشكلته ان بنحط عليه كيميكال عشان ينفع يعاد تدويره. يعني السيرمو بلاستيك بيعاد تدويره لوحده زي ما هو، الخامه بترجع تاني لطبيعتها تاني. السيرمو سيتنج الحراره بتتلفه، لكن الكازن بلاستيك ينفع عيد تدويره لكن باضافه بعض الكيميكال. دي كانت مقدمه كده على يعني ايه بلاستيك، عشان لما نيجي نتكلم عن طرق تصنيعه يبقى عارفين احنا بنتكلم عن ايه. محاضره النهارده بقى هنتكلم عن البلاستيك بروسيسنج. هنتكلم عن البلاستيك بروسيسنج. هو البلاستيك ممكن يتصنع باكتر من طريقه؟ اه طبعا. هنتكلم النهارده عن طرق متعدده، سبع طرق تقريبا هنتكلم فيهم عن تصنيع البلاستيك. اول طريقه هنتكلم عن الفاكيوم مولد. ايه معنى كلمه فاكيوم مولد؟ يعني بصنع البلاستيك بتفريغ الهواء. دول مثالين اللي قدامنا، دول مثالين. انا عايز اعمل مثلا ساندويتش بوكس، البوكس اللي هو بحطه فيه السندوتشات، الاطباق اللي بحط فيها السندوتشات والكلام ده. فهصمم شكل الساندوتش بوكس ده، الباترن اللي انا عايز اعمله اللي هو اللي موجود ده، ادي الباترن اهو. حطيته على باليتا، ادي الباليتا موجوده اهي، والباليتا متخرمه فيها فتحات. الباليتا فيها فتحات. وبعدين جبت الشيت اللي انا عايز اعمل منه، شيت البلاستيك اهو، ادي شيت البلاستيك اهو، ثبته باحكام اهو فوق، والشيت ده في غرفه ساخنه. معمول له هيت فطري، عامل زي العجينه الشيت ده. ايه اللي بيحصل؟ هبدا اسحب الهواء من هنا، هبدا اسحب الهواء من هنا. فايه اللي هيحصل؟ اول ما اسحب الهواء الشيت ده او الباليتا دي، الباليتا دي اهو انا عمال اسحب الهواء اهو، الهواء اللي فوق ده اللي في المنطقه اللي فوق ده هيبدا يتفرم، فهتبدا الباليتا بالباتر تبدا تطلع لفوق، تطلع لفوق لغايه ما تقابل الشيت. الشيت هيحصل له ايه؟ الشيت عامل زي العجينه اللي درجه حرارته عاليه، هيبدا يتطبع على الباتر. فبعد كده ابدا ابرد، واول ما ابرد اروح فكك المنزل طلع الباتر، واروح مطلع المنتج يطلع بنفس الشكل اللي انا عايزه. ده تكنيك وده تكنيك تاني. التكنيك ده الباتر بالباليتا اللي محطوطه عليه بيطلع يروح للشيت، لكن التكنيك التاني الشيت هو اللي بيتحرك، ادي هيتنج اهو، والشيت يعني ادي الباتر موجود اهو. عايز اعمل مثلا موديل معين اهو، الباتر موجود، هبدا افرغ هواء، فالشيت هيبدا يتحرك على جايدز كده اهي، على جايدز اهي، ويبدا ينزل على المنتج لغايه ما ايه اللي يحصل له؟ يبدا يتطبع على المنتج اهو، اتطبع على المنتج. لو في زوايد اقصها وابدا اطلع الباتر، اطلع يطلع المنتج بالشكل اللي انا اهي، بالشكل اللي انا عايزه. هذه الطريقه اسمها فاكيوم مولدنج، او بنصنع البلاستيك عن طريق تفريغ الهواء. بنستخدم في ايه الطريقه دي؟ بتستخدم في البلاستيك باكينج، بتستخدم في الساندوتش بوكس، ساندوتشات البوكسات اللي بحط فيها الساندوتشات، الشوكولات بوكس يعني الحاجات اللي انا بحط فيها الشوكولاتات والكلام ده، اكريليك باسز اللي هي البانيوهات والكلام ده، كل ده ممكن يتعمل بالايه؟ كل ده ممكن يتعمل بالفاكيوم. يبقى اول طريقه من طرق تصنيع البلاستيك هو طريقه تفريغ الهواء. الطريقه الثانيه اهو شرحها بسيط اهو، باليتا، والباليتا دي مفتحه فيها فتحات، وحط المولد عليها من فوق اهو، او الباتر حطه عليها من فوق، ده الباتر حطه عليها من فوق، وادي الشيت مثبته. الشيت مثبته وفي درجه حراره عاليه، فالشيت عامل زي العجين، البلاستيك بتاعه عامل زي العجين. هبدا افرغ هواء من هنا، فيبدا الشيت ده يطلع فوق، يطلع فوق من الاخرام دي، الهواء بيبدا يتسحب منها، فالشيت هيبدا يطلع لفوق، يطلع لفوق لغايه ما يقابل الباليت، هتطلع لفوق لغايه ما تقابل الشيت، الشيت هيتطبع عليه. بعد كده لو في زوايد اقصها يطلع المنتج اللي انا عايزه. ممكن الطريقه دي الباليت بالباتر هي اللي بتروح للشيت، وفي طريقه ثانيه ممكن الشيت نفسه هو اللي يتحرك على جايد عشان اروح للايه؟
اما بسحب الهواء افرغ الهواء هو اللي يبدا يروح للباتر، والباتر موجود في ايه؟ في مكان. ده تكنيك، وده تكنيك تاني بيستخدمه في الفاكيوم بومب. الطريقه الثانيه من طرق البلاستيك بروسيسنج اسمها بلو مولد. كلمه بلو مولد يعني النفخ، مش سحب هواء بقى، لا بننفخ. يعني بننفخ، انا عايز اعمل لارج دوم مثلا، عايز اعمل ده فكره البالونه بالظبط. البالونه لو انت جيت مثلا نفخت فيها هتروح طالعه بالشكل اللي انا عامله ده كده اهو. فبجيب الشيت البلاستيك اهو، الشيت البلاستيك اهو، الشيت البلاستيك حطه هنا كده، حطه هنا ومثبته حلو، وعليه هيتر سخانات موجود، والغرفه دي غرفه محكمه الغلق. هبدا اعمل نفخ انف، فما انفخ ايه اللي هيحصل؟ الجزء ده هيبدا يطلع لفوق، يطلع لفوق اه. طب لو انا عايز اعمل شكل معين بحط هنا الشكل اللي انا عايز اعمله، يعني لو انا عايز اعمل شكل معين، تصميم معين، اروح عامل القالب بالشكل او الداي بالشكل اللي انا عايز احطها هنا، بحيث الشيء ده اما يتنفخ، يتنفخ في الايه؟ في الشكل اللي انا ايه؟ في الشكل اللي انا عايزه، فيديني الشكل اللي انا عايزه. الواجهات بتاعت المحلات والكلام ده، الكلام ده الاكريليك شيتس والكلام ده اللي بنعمل منها الواجهات بتاعت المباني والواجهات بتاعت المحلات التجاريه والكلام ده، ممكن نعمل الشيت بتاعتنا بالطريقه دي. عشان كده مكتوب هنا It is a good way of forming large domes، يعني انا عايز اعمل large domes زي كده، اوب زي كده، which when made out of a clear acrylic sheet are often used in shop displays. خلاص ده الطريقه اسمها بلو مولدنج. يبقى احنا اتكلمنا عن طريقتين، اتكلمنا عن الطريقه الاولانيه اللي هي طريقه تفريغ الهواء اللي هي الفاكيوم مولدنج، والطريقه الثانيه اللي هي بلو مولدنج او طريقه النفخ. الطريقة الثالثة طريقة من الطرق المهمة جدا في عملية التشكيل بتاع البلاستيك اسمها اكستروجن. احنا خدنا الاكستروجن قبل كده في الميتال، لكن الاكستروجن بتاع البلاستيك مختلف شوية. ده شكل الداي، انا عايز اعمل قطاع بالشكل ده، فبصمم الداي بالشكل اللي انا عايزه. ادي شكل الداي حلو، عايز اعمل قطاع مربع، عايز اعمل قطاع مثلث، عايز اعمل قطاع مستطيل، ايا كان حرف ال، ايا كان القطاع اللي انا عايز اعمله، عايز اعمل تيوبز، اعمل الشكل اللي انا عايزه، فبصمم الشكل بالفتحه اللي انا عايزها. ده شكل الدار. الدار بتبقى راكبه هنا في الاول، هنا كده الدار بتبقى راكبه هنا في الاول، وبتبقى المكنه اهي، المكنه بتبدا من هنا، بتبقى في عندي هوبر او ادوس. الادوس بحط فيه البلاستيك، بحط فيه ايه؟ البلاستيك. البلاستيك تبقى شكار البلاستيك شفافه لونها ابيض، عايز اعمل لون باللون ده، بجيب شويه لون ماستر باتش او لون، اللون بحطه من نص كيلو مثلا لكل شكار، او كيلو لكل شكاره مثلا، وابدا اقلبه مع الخام بحيث يطلع اللون اللي انا ايه؟ اللي انا عايزه. عايز اعمل مثلا منتج لونه اخضر، فاجيب الماستر باتش لونه اخضر واقلبه مع الخام، الخامه كلها بتيجي بيور لونها ابيض، وبحط عليها الماستر باتش او اللون اللي انا عايز احطه. بحطهم في الهوبر، والهوبر بيبدا يقلب. وبعدين في هنا المكنه اسطوانه، والاسطوانه متركب عليها هيتر. متركب عليها ايه؟ متركب عليها هيتر سخانات. السخانات ممكن توصل 300 درجه 320 درجه حسب درجه البلاستيك اللي انا عايزها. وبعدين بيبدا في عندي سكرو. سكرو ده، السكرو ده بيعمل ايه؟ المكنه اهو في موتور اهو، الموتور بيبدا يلف، فالسكرو بيبدا يلف، يبدا يسحب في البلاستيك. عامل بالظبط زي مفرمه اللحمه بالظبط، زي مفرمه اللحمه، مفرمه اللحمه لو حطيت في قدام وش رفيع يطلع اللحمه بتخانات رفيعه، او زي مكنه البسكويت اللي هي بتعمل بسكوت برضه، بتعمل نفس من غير المشط، بيديني الشكل اللي انا ايه؟ اللي انا عايزه. اهو ادي الهوبر اهو، ادي البلاستيك اهو، وادي الهيتر. السكرو هيبدا يلف، ايه اللي هيحصل؟ هيبدا يرفع البلاستيك، البلاستيك هيبقى عامل زي العجين، هيبدا يخرج من الفتحه دي. الفتحه دي بيبقى طالع البلاستيك هنا، تبقى في كولنج هنا، سيستم تبريد مروحه او خلافه، او تبريد ميه زي ما انا عايز، بتبدا عشان البلاستيك يبدا يشد بسرعه، وبتبقى في رولر او درافيل بيبدا يتحرك عليه. كل طول معين ابدا ايه؟ ابدا يعني انا عايز اعمل مواسير مثلا 6 متر، اروح كل 6 متر المنشار يبدا يروح نازل، او المقص يبدا يروح نازل، يروح قطع المواسير باللي انا ايه؟ اللي انا عايزه. طبعا لو انا عايز اعمل ماسوره اقدر اعمل ماسوره، يعني عايز اعمل تيوب اعمل تيوب. كل اللي بعمله ان انا بحط ماندرل او شاقه في طريق البلاستيك وهو طالع هنا كده، يعني بحط عائق هنا، فبدل ما تطلع الجسم مصمت بيطلع الجسم ايه؟ في الفراغ الداخلي اللي انا ايه؟ الفراغ اللي انا عايزه. الطريقه دي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اكستروجن. اكستروجن ممكن اعمل بيها ايه الاكستروجن؟ ممكن اعمل بيها حاجه مهمه جدا اللي هي الاوبتيكال فايبر كابلز، اللي هو الكابلات الفايبر، اقدر اعملها بالايه؟ بالاكستروجن.
في حاجات تانية ممكن اعمل بيها تيوبس، ممكن اعمل بيها سيمبل تو كومبلكس سيكشن، يعني اي مقاطع بسيطه او اي مقاطع معقده. ممكن اعمل بيها هولو ويندوز فريم، يعني الفريمات اللي بتتحط على الشبابيك والكلام ده ممكن اعملها بيها. كل الكلام ده يقدر اعمله بيه طول ما انا اقدر اصمم شكل الاسطمبه من هنا، شكل البرودكت في الاسطمبه من هنا، كده كده السكرو ده بيدفع المعنى. على فكره المكنه دي بتبقى فيها منها التو تكنيك، بيبقى فيها منها سنجل سكرو زي ده كده، سنجل سكرو يعني ده سكرو واحد. في مكان تاني بتبقى فيها دبل سكرو، دبل سكرو يعني اثنين سكرو بيلفوا، وهما بيلفوا بيسحبوا المعدن عشان يدي شحنه اكبر او تشارج اكبر في الاسطمبه اللي انا عايزها. الطريقه دي اسمها كده، اسمها اكستروجن. الطريقه دي من الطرق المهمه في تصنيع البلاستيك. يبقى احنا اتكلمنا عن الفاكيوم مولد، اتكلمنا عن البلو مولد، اتكلمنا عن الاكستروجن. الطريقه اللي جايه بقى هعمل فيها مزج بين الطريقه رقم 2 والطريقه رقم 3، عشان كده الطريقه اللي جايه اسمها اكستروجن بلو مولدنج. الطريقه اسمها اكستروجن بلو مولدنج. كلمه اكستروجن عند مكنه، عند المكنه زي الاكستروجن اللي فات بالظبط، هي نفس المكنه اللي فاتت بالظبط، بتطلع تيوبس، بتطلع تيوبس. ويبقى عند اسطمبه عايز اعمل مثلا توي زي كده، لعب دبدوب زي ده، ده دبدوب بلاستيك عايز اعمله. اعمله ازاي؟ ادي الاسطمبه اهي مصمم فيها شكل الدبدوب او التوي اللي انا عايز اعملها اهي. وبعدين المكنه دي الاسطمبه طبعا بتبقى فاتحه، الاسطمبه بتبقى فاتحه زي كده في الاول. افتح الاسطمبه بتبقى فيها جزء فيكسد وجزء موفبل، وجزء الموفبل بيبدا يفتح، فالاسطمبه بتبدا تفتح الاول، بيبدا ينزل التيوب دي من المكنه، تنزل 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 لغايه ما المستشعر يحس ان هي وصلت لهنا. اول ما التيوبز دي توصل للاخر هنا تبدا الاسطمبه تقفل من تحت، تقفل من تحت، قفلت عليها من فوق اهو وقفلت عليها من تحت. هيركب من هنا تيوبز، التيوبز ده او زي الابره بتاعت الحقنه كده رفبوزها رفيع، يبدا تدفع هواء تنفخ من هنا. فاول ما تنفخ من هنا في الهواء في الجزء ده ايه اللي يحصل؟ دي بيسموها البلو بن، بيسموها البلو ايه؟ بن. يبدا ينفخ الهواء من هنا، الجو هنا سخن، البلاستيك اللي نازل درجه حرارته عاليه عامل زي العجينه. اول ما بنفخ يبدا ياخد الجدار الداخلي بتاع الشكل زي كده، تبدا الاسطمبه تفتح، الاسطمبه تبدا تفتح ويبدا المنتج ينزل. لو عايز اعمل له فينشنج اقدر اعمل له فينشنج. على فكره الطريقه دي كل البوتلز بتاعت البلاستيك اللي بنحط فيها الميه وبنحط فيها المشروبات بتتعمل بالطريقه ايه؟ بالطريقه دي. ممكن اعمل بيها تنكات، ممكن اعمل بيها خزانات، ممكن اعمل بيها خزانات. بصمم المنتج بالشكل اللي انا عايزه واقدر بعد كده اهو المكنه اهو اكستروجن اهي بتطلع التيوبز اللي انا عايز اعملها، الحاجات اللي انا اعمل منها المنتج اهو بسموها الباريزو او الجزء اللي انا عايز اشتغل بيه اللي هو التيوبز اللي انا عايز اعملها، زي ممكن القلم بتاعت القلم الجاف بالظبط. الانبوبه هتنزل اهي، الانبوبه نزلت اهي، لغايه ما توصل حافه الاسطمبه من تحت، المستشعر بتاع الاسطمبه يدي السنسور يدي اشاره الاسطمبه تروح قافله، فتقفل عليها من فوق والبوز ده يبدا يركب في المنتج من تحت ويبدا ينفخ هواء. ايه اللي يحصل؟ بعد شويه اهو نفخ، تبدا الاسطمبه تبرد لغايه ما البلاستيك اللي جوه يجمد، وبعد كده الاسطمبه تبدا تفتح، المنتج يبدا ينزل. يعني عايز اعمل سكرو هنا مثلا لو دي ازازه ميه، وعايز اعمل الاواز هنا عشان اركب عليه الغطا، بتبقى الاسطمبه متصمم فيها شكل ايه؟ الحته دي متصمم فيها شكل الاواز. عايز اعمل توي، لو التوي شكلها ظريف اهو، التوي اهي او الدبدوب اهو، ايه اللي حصل فيه؟ ركب فيه البن من تحت اهو، وايه اللي حصل؟ بدا البلاستيك يبدا ينزل، وده بقى يعمل ايه؟ حتى تلاقي معظم الدبابيب تلاقي فيها ثقبه من تحت كده، الثقبه من تحت ده مكان عمليه النفخ او مكان عمليه دفع الهواء عشان يشكل الدبدوب بالشكل اللي انا الشكل اللي انا عايزه. الطريقه كده اسمها ايه بقى؟ اكستروجا بلو مولد. طب ليه سموها كده؟ لان هي عباره عن كومباينيشن بين الاكستروجا اللي هي الطريقه رقم 3 والطريقه رقم 2 اللي هي طريقه الايه؟ طريقه النفخ. على فكره كل الازايز بتاعت الميه البلاستيك بتصنع بالطريقه دي. لو انا بعمل ازاز احط فيها كريمات او شامبوهات او مشروبات غازيه او الكلام ده كله ممكن يتعمل بكده. ممكن اعمل بقى تنكات احط فيها ميه، ممكن اعمل بقى تنكات بس الاسطمبه تبقى حجمها ايه؟ حجمها اكبر من كده بكتير. الطريقه كده اسمها اكستروجن بلو مولد. انا هوريكم دلوقتي شكل كده
لشكل التيوب هي بتتصنع، شكل ازاز الميه او الووتر بوتل او البوتلز اللي هي بتتصنع بالطريقه دي. الطريقه ايه اللي حاصل؟ شايفين ادي الاسطمبه اهي، الاسطمبه اهي، ادي ماكينه الاكستروجن فوق هنا كده، ماكينه الاكستروجن فوق نزلت الانبوبه او التيوب زي اللي انا عايز، البارزون اللي انا عايز اشتغل بيها نزلت اهي، نزلت هتنزل تنزل تنزل لغايه ما توصل للاسطمبه، الاسطمبه تبدا تحس هنا في سنسور هنا يعمل ايه؟ يخلي الاسطمبه تروح قافله من تحت. انا عايزك النهارده كده تروح تجيب ازازه ميه وتبص فيها في اخر حته من تحت، هتلاقي في حته متنيه من تحت كده في ازازه الميه من تحت، الحته المتنيه دي مكان قفله الاسطمبه على البارزون عشان تقفل، عشان بقى ابدا انفخ فيها بعد كده. بص في اي ازازه ميه من تحت هتلاقي الحته دي ايه؟ ولو الاسطمبه رديئه هتلاقي في خطين طوليين موجودين على الايه؟ موجودين على الازازه بالطول مكان قفله الايه؟ الاسطمبه، لان لو الاسطمبه ما قفلتش كويس، لان البلاستيك حساس لاي، لو في اي خربشه او لو في اي علامه موجوده هنا البلاستيك بيطبع عليها وياخد شكلها. حتى لو انا عايز اطبع حاجه على الازازه بصممها في الاسطمبه، احفرها في الاسطمبه هنا بحيث اما اجي انفخ الازازه تاخد نفس الايه؟ الشكل اللي موجود عليه. اهو ركبت البن اهو اللي هينفخ اهو، واتقفلت الانبوبه من تحت او الاسطمبه من تحت، وبدات انفخ. التيوب اهو عملت عمليه كولنج او عمليه تبريد ليها، وبعد ما عملت عمليه تبريد ايه اللي حصل؟ فتحت الاسطمبه، الازازه طلعت اهو، شاف السكرو اللي موجود عليها من فوق. انا عايزك النهارده تبص على الازازه بالطول كده من هنا ومن هنا، لو لقيت عليها خطين معناها الاسطمبه دي ما بتقفلش كويس. طب انا عايزك تبص في الازازه من تحت من هنا كده في الحته دي، هتلاقي في حته معضعضه كده. طبعا فهمتوا ايه الحته المعضعضه دي؟ دي مكان قفله الاسطمبه على الايه؟ مكان قفله الاسطمبه على الجزء اللي تحت عشان تقفل البارزون او الحته اللي هي ايه؟ الحته اللي هي بتنزل منها. الووتر بوتل دي كلها بتتصنع بالايه؟ على فكره ممكن كان بدل الووتر بوتل اعمل خزان، يعني ووتر تانك، اقدر اعمل ووتر تانك خلاص؟ وان كان الووتر تانك في طرق ثانيه اللي هي روتيشنال مولدنج هوريكم اياها قدام شويه، بتعمل الخزانات اللي حجمها اكبر شويه. الطريقه الرابعه اللي هي دي اللي كنت بكلمكم عليها حالا، اللي اسمها روتيشنال ايه؟ روتيشنال مولد. ايه روتيشنال مولد؟ عايز اعمل خزان ميه. ادي مصمم الشكل ده كده، الشكل ده باللي فوق، ده شكل الاسطمبه بتاعت الخزان، يعني الخزان واخد الشكل ده اللي انا عامله ده. اروح فاتح الخزان وحاطط التشارج بتاعت البلاستيك او شحنه البلاستيك. يعني مثلا الخزان ده وزنه مثلا 3 كيلو. اروح حاطط 3 كيلو بلاستيك حاططهم هنا خام. وبعدين اقفل الاسطمبه. وبعدين الاسطمبه تبدا ايه؟ راكبه على موتور اهو، الموتور اهو. بيبدا يلففها في اتجاهات مختلفه، فوق وتحت وشمال ويمين، يمرجح عامله زي فاكرين السنترفيوجال كاستنج، طريقه قريبه من السنترفيوجال ايه؟ كاستنج. شحنه البلاستيك اللي جوه دي هتبدا تنصهر او يحصل لها ميل، مع الحركه بتاعت المول هتبدا تتوزع على الجدار الايه؟ على الجدار الداخلي. بعد كده ابدا ابرد، وبعد كده افتح النص اللي فوق او الطبه بتاعت الاسطمبه، واروح اطلع التان زي كده. اهو نفس الطريقه اهي، نفس الشرح بتاعها اهو. ادي ستيب رقم واحد اهو، فتحت الخزان، فتحت الخزان اهو، فتحت شلت الغطا بتاعه وحطيت التشارج. الخطوه رقم اثنين قفلت على التشارج، قفلت عليها، وبعدين التشارج دي راكبه على الدراع، الدراع هيبدا ايه؟ هيبدا يلف، اعمل له هيتنج الاول، وهو بعمل له هيتنج بيبدا يلف شمال ويمين وفوق وتحت، وبعدين هعمل له كولينج. ليه كولينج؟ عشان البلاستيك اللي اتجمد جوه ده يديني الشكل اللي انا ايه؟ اللي انا عايزه، وبعدين هرفع تحت الغطا واطلع الايه؟ واطلع الايه؟ دي السيكونس. ادي واحد اهو، حطيت التشارج كميه البلاستيك اللي انا عايزها، وبعدين عملت لها هيتنج وروتيشن اهو، فوق وتحت وشمال ويمين، وبعدين عملت لها عمليه كولينج تبريد، وبعدين فتحت الغطا طلعت الكلام ده. الطريقه دي ممكن المكنه يبقى راكب عليها مثلا خمس ست دراعات، كل دراع شايل خزان، يعني ممكن ما بعملش خزان واحد، ده ممكن المكنه يبقى عليها خمس ست دراعات عامله زي المرجحه كده. المكنه بتبقى عامله زي المرجحه. كل دراع راكب عليه خزان او راكب عليه قالب اللي هو سيرمو بلاستيك برودكت زي الدرام والستوريك تانك وصناديق الزباله الكبيره دي، في صناديق زباله كده بتشوفها صندوق زباله كبير كده، صناديق الزباله الكبيره دي كلها بتتصنع بالايه؟ بالطريقه بتاعت الروتيشنال. الطريقه دي اسمها روتيشنال مولد. يبقى احنا كده اتكلمنا عن كام طريقه؟ اتكلمنا عن الفاكيوم مولد،
اتكلمنا عن البلو مولدنج، اتكلمنا عن الاكستروجن بلو مولدنج، صح كده؟ اتكلمنا عن الاكستروجن الاول، وبعدين اتكلمنا عن الاكستروجن بلو مولدنج، وبعدين اتكلمنا بعد كده عن الروتيشنال مولدنج. الطريقتين اللي جايين دول، دول اقدم طريقه المهندسين عرفوها في تصنيع البلاستيك. ده حتى قبل ما البلاستيك يطلع زمان كان بيعملوا اطباق كده، يجيبوا ماده مثلا زي نسارة الخشب او كده ويحط عليها ماده صمغيه ويكبسوها في فراغ معين فيديك طبق عامل زي طبق البلاستيك، بس هو ما كانش معمول من البلاستيك، كان عباره عن زي نشارة خشب كده وعليه ماده صمغيه كان قريبه من قبل ما تطلع موجه البلاستيك. الطريقه دي اسمها كومبريشن مولد. بيعمل ايه؟ بيصمم شكل المنتج اللي هو عايزه، اللي هو الشكل ده. ادي شكل المنتج اللي انا عايزه اللي هو الشكل ده، صممته في الاسطمبه اهو، حطيت التشارج او الشحنه بتاعت البلاستيك اللي هتديني الكميه، وبعدين هسخن، هبدا اسخن الآل، وهبدا الجزء اللي فوق البنش ده يبدا ينزل، الشحنه سخنه فبقت عامله زي العجين، القالب ده يبدا يتبسها، عشان كده اسمها الطريقه اسمها ايه؟ كومبريشن مول. اول ما يتبسها خلاص ادت الشكل اللي انا عايزه اهو. اول ما تبرد البلانجر ده او المكبس ده يبدا، المكبس اللي فوق يبدا يخرج من مكانه، وده يبدا يروح دافعش العينه، العينه تطلع بالطريقه دي. الطريقه اسمها ايه؟ اسمها كومبريشن مولدنج. الطريقه اسمها كومبريشن مولد. في تطور للطريقه دي اسمها ترانسفير مولد. هتشرحها هنا وبعدين اشرحها بالتفصيل المره الجايه في الشريحه اللي جايه. الترانسفير مولد هو عباره عن تطور او موديفيكيشن تم على الكومبريشن مولد. قال لك ايه؟ قال لك بدل ما انا بحط البلاستيك في المكان اللي انا عايز اعمله فيه ويعمل لي مشكله ممكن ما يحصلوش في لون المكان اللي انا عايزه، ممكن اعمل ايه؟ ممكن بعمل حاجه اسمها ترانسفير مولد. يعني ايه ترانسفير مولد؟ جزء الاسطمبه اللي فوق زي كده وجزء الاسطمبه اللي تحت زي كده. انا عايز اعمل منتج مثلا بالشكل ده كده، المنتج عايز اعمله بالشكل ده، عايز اعمل منتج مثلا هنا ومنتج تاني بالشكل ده، او المنتج كله حته واحده بالشكل ده، خلاص؟ اعمل ايه؟ بروح حاطط التشارج هنا وبتبقى فيه هيتر سخان موجود في الحته دي في المنطقه دي، وبعدين ابدا اشغل الهيتر فالشحنه تبدا تقرب من درجه التعجن، اول ما تقرب من درجه التعجن المكبس يبدا ينزل فيعمل لها ترانسفير. الترانسفير منين؟ من الحته اللي فوق للجزء اللي انا مصممه، عشان كده سموا الطريقه ترانسفير مولدنج. هنا بيحط الشحنه في على طول في الجزء السفلي على طول، لكن هنا بيحط جزء علوي بيحط فيه الشحنه والشحنه يحصل لها ترانسفير او انتقال للمكان اللي انا ايه؟ للمكان اللي انا ايه؟ اللي انا عايزه. الطريقتين دول قريبين من بعض، فعشان كده شرحتهم في حاجه واحده، طريقه اسمها كومبريشن مولدنج وطريقه اسمها ترانسفير مولد. على فكره السيرفو سيتنج بلاستيك ممكن يتصنع بالطريقه دي، يعني انا عايز اعمل اطباق ميلامين او عايز اعمل خلافه، ممكن اصنع الاطباق اللي بتبقى مصمم شكل الطبق او شكل الحاجه اللي انا عايز اعملها، احط الشحنه والمكبس يبدا يضغط عليها وهي سخنه يديني شكل الطبق او شكل الحاجه اللي انا عايز اعملها. خلاص؟ الطريقه دي اسمها كومبريشن مولدنج والتطور بتاعها اسمه ترانسفير مولدنج. ادي الكومبريشن مولدنج اهو بالتفصيل بقى، هي الرسمه اللي فاتت بالتفصيل اهو. ادي الابر مولد هاف اهو اللي هو اللي بنسميه البانش، وادي الداي او الكافيتي اهو، شكل المنتج اهو مصممه فيها، شكل المنتج اهو مصمم شكل المنتج اهو، ده شكل المنتج. وبعدين حطيت لي تشارج او الشحنه بتاعت البلاستيك بالكميه اللي انا حاسبها، يعني مثلا الطبق ده او الحاجه دي مثلا وزنها نص كيلو، فبروح حاطط نص كيلو البلاستيك اللي هنا، وبعدين بسخن تبقى فيه هيتر هنا، يبدا النص اللي فوق من البانش او الابر هاف بتاع البانش ده يبدا ينزل فيضغط الشحنه دي، الشحنه دي يحصل لها فلو، يحصل لها فلو بالطريقه دي. الطريقه دي قريبه قوي من طريقه من طرق الاكستروجن اللي كان زمان بناخدها، اللي هو الاكستروجن الراسي اللي كنا بنعمل منه التيوبز او الفليكسبل تيوبز اللي هو بيسموه الامباكت اكستروجن. يعني درس منكم في اعدادي الطريقه دي قريبه من الامباكت اكستروجن، قريبه من الامباكت اكستروجن. المنتج اهو جمد اهو او برد، يعني بعد كده البلانجر اللي تحت المكبس اللي فوق يبدا يطلع، والبلانجر اللي تحت الداب دافع بيسموه الايجكتور، ده بيسموه الايجكتور، الايجكتور هيبدا ايه؟ هيبدا الطريقه دي بتستخدم في السيرمو سيتنج بلاستيك، يعني في البلاستيك اللي هو بيستخدم او بيصنع مره ايه؟ مره واحده. ده كده الكومبريشن مولد. السلايد اللي جاي هنتكلم فيها عن الترانسفير مولد. يعني ايه ترانسفير مولد؟ الترانسفير مولد اهو الرسمه دي رائعه، الرسمه دي ادي الشكل اللي انا عايز اعمله، ده الديزاين اللي انا عايز اعمله، في جزء علوي في القالب اهو
بص علمه في الان شفافات حاليه دي اللي هيحط فيها التشارج، هيحط فيها الشحنه بتاعت البلازما، وفي هيت سخان هيحصل ايه؟ المكبس اللي فوق هيبدا ينزل، هيبدا يدفع الشحنه دي، هتمشي في الرانر دي او السبرو ده، السبرو رانر ده او الرانر ده او السبرو ده، هيبدا الشحنه تبدا تنزل هنا، فيحصل لها ترانسفير من الجزء العلوي للجزء السفلي، فعشان كده سموا الطريقه ترانسفير ايه؟ ترانسفير مول. اهو برده موضحها هنا اهو، ادي التشارج اهو، والهيتر موجود اهو، في سخانات موجوده هنا اهي، في هيتر موجوده فوق وتحت اهو، ادي ده مكان الهيتر اهو، وده اهو مكان الهيتر، ادي البنش او البنجر هيبدا ينزل، الشحنه سخنه، هتبدا يحصل لها ترانسفير للجزء اللي تحت، فتديني الشكل اللي انا ايه؟ الشكل اللي انا ايه؟ اللي انا عايزه. الطريقه طبعا طريقه كويسه جدا. بتديني يونيفورم سيكنس، وبتديني بريفنتس كرود اور راست، يعني ما بقاش فيها زوايد او اي شوائب او اي حاجه موجوده في الايه؟ في الطريق. الطريقه بتدي منتجات اقدر اصمم، طول ما انا اقدر اصمم المنتج في الاسطمبه هنا خلاص اقدر احط الشحنه في الجزء اللي هو ترانسفير، الجزء اللي فوق ده، ويحصل لها ترانسفير للشكل اللي انا عايزه يبقى احنا كده اتكلمنا في الجزء ده اللي هو 6-1 و6-2 عن طريقتين، اللي هي الكومبريشن مولدنج والديفلوبمنت بتاعها، حتى الطريقه دي مكتوب عليها it is a development of compression mold، يعني هي عباره عن تطور او تسهيل، يعني بدل ما كنت احط الشحنه على طول هنا والمكبس ينزل عليها، لا حطيت الشحنه في مكان ثاني وحصل لها ترانسفير في المكان اللي انا في المكان اللي انا عايزه. اشهر طريقه ده وهي دي اهمها. الطريقه اسمها انجكشن مولد. كلمه انجكشن مولد يعني الحق. الحق الحقن نقدر نستخدم فيه السيرموبلاستيك، نقدر نستخدم فيه السيرموسيتنج. اقدر طول ما انا اقدر اصمم المنتج، الكراسي البلاستيك اللي انتوا قاعدين عليها دي معموله بالطريقه دي. جسم الغساله او جسم الكلام ده، الغساله البلاستيك دي جسم البلاستيك بتاعها معمول بالطريقه دي. اطباق الغسيل اقدر اعملها بالطريقه دي. ايه اللي بيحصل؟ انا عايز اعمل مثلا طبق غسيل. تخيل ان الشكل ده، الشكل الازرق ده، ده هو طبق الغسيل. تمام؟ فصممت الاسطمبه الشكل بتاع طبق الغسيل اه. الاسطمبه عباره عن جزئين، جزء فيكسد مع المكنه وجزء موفبل، الجزء ده الموفبل ده وده الجزء الفيكس. ادي الشحنه حطيتها هنا، الشحنه حطيتها هنا وحطيت عليها الماستر باتش او اللون اللي انا عايز احطه. وبعدين السكرو هيبدا يلف، في هيتر هنا. الفرق بين الطريقه دي وطريقه الاكستروجن، الاكستروجن كنت بلصق في الهواء. يعني بعمل عمليه تدفيع في الهواء، فالمنتج بيطلع في الهواء، لهنا انا بدفع في اسطمبه. فعشان كده سموها الطريقه بيسموها انجكشن او الحق. السكرو هيلف هيدي الشحنه لغايه ما الاسطمبه تتملي، طول ما انا بملى بيبقى في بريشر ضاغط هنا عشان الاسطمبه ما تفتحش. ماليه؟ الاكسترو هيبدا يقف لحظيا والنوزل دي هتبدا تقفل. وبعدين هبدا اعمل عمليه تبريد لغايه ما المنتج يبرد، وبعدين في ايجكتور هنا. ايجكتور هنا بتبقى في ايجكتور متصنفه في الاسطمبه في الجزء ده كده. الجزء ده من الاسطمبه يبدا يفتح، والايجكتور اللي هنا اهو ده تبدا واحد يدفع من هنا وواحد يدفع من هنا، فيروح يعمل لك الايه؟ يروح يعمل لك الطبق اللي هو المنتج ده. خلاص؟ المنتج طالع اهو، وطالع في مكان الرانر او مكان الجزء البلاستيك. بعد كده هعمل له عمليه فينيشن، اشيل الزوايد اللي فيه دي. هتبص على الطبق اللي عندك في البيت كده، عايز كل واحده تجيب طبق الغسيل النهارده وبص فيه، هيلاقي فيه ثلاث علامات. هيلاقي فيه علامه في النص هنا حته مع بعضها كده. طبعا فاهمين ايه دي؟ دي مكان مقصيت الرانر، لان بعد ما يطلع المنتج هجيب مثلا صاروخ وابدا اروح اقص الحته دي كده، فعشان ما اقصرش على البلاستيك بقص من بعيد شويه، فهتلاقي الحته فيها حته زايده صغيره هنا في النص كده. هتلاقي في علامتين كده زي علامه الجنيه المعدن هنا وهنا كده، دول مكان الايجكتور، لان البلاستيك هو لسه طري، الايجكتور بيعلم عليه. الايجكتور ده بيعمل ايه؟ هو ده اللي بيدفع الطبق او المنتج. الطريقه دي على فكره، الطريقه اللي انا شرحتها دي، الطريقه دي كده اسمها كولد رانر. كولد رانر، لان انا في عندي تو تكنيك، في عندي تو تكنيك هتكلم عليهم بعد شويه، تكنيك اسمه هوت رانر وتكنيك اسمه كولد رانر. كولد رانر يعني الرانر بيطلع مع المنتج وبعد كده اقطعه. لكن الهوت رانر، الهوت رانر النوزل، النوزل بيبقى موجوده هنا كده. النوزل بيبقى موجوده هنا، فبتقفل هنا، بيفضل المعدن ده او البلاستيك سوري اللي هنا ده بلاستيك هوت. فما بتقفل هنا التبريد بيتم فقط على الايه؟ على المنتج، لكن الجزء ده بتبقى لسه هوت، بحيث الدفعه الجايه او المنتج الجاي البلاستيك ده يدفع للمنتج الجاي. هنتكلم عليهم بالتفصيل الفرق بين الهوت رانر. معظم الحاجات بقى اشوف مكتوب حاجات كتيره هنا،
التويز ممكن اعمل لها، التشيلز ممكن اعمل لها، السمول كيوبز ممكن اعمل لها، الستورج كونتينر ممكن اعمل لها، الميكانيكال بارتس اقدر اعمل اي منتج اقدر اصمم له اسطمبه اقدر اعمله فين؟ اقدر اعمله بالانجكشن. دي اشهر طريقه من طرق تصنيع الايه؟ البلاستيك. بص كده قال الستبس بتاعتها والسيكونس بتاعتها. اللي عايز يشوف السيكونس اهو. ده المومبل بارت بتاع الاسطمب. الجزء المتحرك ده اللي بيفتح ويقفل. وده الجزء الفيكسد بار. وده السكرو اهو هو بيدفع البلاستيك. ادي النوزل اهي والرانر اهو. البلاستيك هيبدا يتدفع اهو. السكرو هيبدا يلف. عمال يدفع في البلاستيك. ادي خطوه اثنين اهي. ايه اللي هيحصل؟ البلاستيك هيحصل له تبريد هنا اهو، يحصل له سوديفيكيشن اهو. بعد ما خلصت التدفئه لسه دافع بالفورس هنا اهو، القوه اللي بقفل بقى الاسطمبه، وبعدين ببرد. بعد ما برد اروح فاتح الجزء ده كده، ادي المنتج طلع اهو، وطلع فيه الجزء الرانر بتاعه. ممكن اشيل بعد كده الرانر ده، اعمل له عمليه كاتنج او اعمل له عمليه ايه ماشين. دي السيكونس او الستبس بتاعت الانجكشن مولد اهو. الخطوه الاولانيه الاسطمبه قفلت، الخطوه الثانيه السكرو بدا يشتغل ويعمل انجكشن، الخطوه الرابعه بدات اعمل عمليه سولفيكيشن او عمليه تبرير، الخطوه الرابعه الموبل بار ده بيسموها الكلامبنج بريشر او الضغط اللي انا كنت عامله، يبدا يفتح الضغط ده، الجزء ده من الاسطمبه يفتح ويبدا الايجكتور، تبقى في ايجكتور موجوده هنا، تبدا تخرج البلاستيك ده اللي بتبقى لسه لازق نوعا ما في الاسطمبه، يبدا الايجكتور يروح مدفعه ومطرده بره الاسطمبه. في عندي تو تكنيك بقى، تو تكنيك، تكنيك اسمه كولد رانر وتكنيك اسمه هوت رانر. التكنيكين دول بيستخدموا في الانجكشن ايه؟ مولد. التكنيك الاولاني وانا ببرد الكافيتي الحته اللي فيها المنتج، ببرد فيها الجزء اللي بحقن منه اللي هو الرانر، فما بطلع المنتج بيطلع معاه الرانر بتاعه. فما يطلع معاه الرانر بتاعه اعمل ايه بعد كده؟ اروح فاصل الرانر ده واعمل له كراشنج مره ثانيه واستخدمه مره ايه؟ مره ثانيه. الطريقه دي اسمها كولد رانر. اه الكولد رانر The manifold section is called rather than heat. يعني الجزء اللي بحقن منه ببرده هو كمان مع الاسطمب. في عندي تو تكنيك من الكولد رانر هتكلم عليهم حالا شويه. تكنيك بيسمى تو بليت مول، يعني الاسطمبه ممكن تكون قطعتين بس، وتكنيك بيسمى 3 بليت مول او الاسطمبه بتبقى ثلاث قطع. هتكلم عليهم في السلايد اللي جاي، مش وقتها دلوقتي، انا عايز بس اعرف ايه هي مزايا وعيوب الكولد رانر. اول ميزه انها فيري سيمبل ديزاين، يعني التصميم بتاعها بسيط، شيبر، رخيص، ليس مينتنس. الصيانه بتاعتها بتبقى مفيش سخانات ولا الكلام ده عشان اعمل هيتنج للرنر، فبتبقى ليس مينتنس، ليس ليبر سكيل، العماله مش محتاجه مهاره عاليه. كلر تشينج فيري ايزي، اه الحته دي مهمه. يعني تغيير اللون بيبقى سهل جدا. طب هو تغيير اللون بيبقى سهل ليه؟ لان المانيفولد اللي انا بحقن منه بعد كل حقنه بيفضى. فانا لو عايز اعمل شحنه مثلا لونها اخضر بعد شحنه لونها احمر، اول ما اغير اللون هلاقي المانيفولد اللي كنت بحقن منه فاضي من البلاستيك، فالشحنه الجديده على طول هيطلع باللون الجديد خلاص. فاقدر اغير اللون بتاع المنتج من تشغيله لتشغيله ثانيه بسهوله. امال ايه عيوبها؟ اول عيب ان الكلامبنج بريشر اند انجكشن بريشر ار هاير، يعني بستخدم عشان اعمل ادفع المعدن جوه الاسطمبه بحتاج ضغط عالي، وانا بعمل كلامبنج للاسطمبه عشان اقفلها بحتاج برضو ضغط ايه؟ ضغط عالي. ويست اند بلاستيك ماتيريال، طبعا الرانر اللي بيطلع اللي بقصه ده يعتبر ويست. واحد يقول لي طب ما انا باخده بروشه تاني واستخدمه، ما هو تكلفه البلاستيك بتضيع في عمليه الجرش، ان انا اعمل له كراشنج فبالتالي تكلفه البلاستيك بتضيع هنا، فهنا في عندي لصص في البلاستيك ماتيريال. اد ستيب ان مانيفاكشننج تو ريموف ذا رانر، يعني معناها بعمل عمليه ماشينينج عشان اشيل الرانر، ففي عامل كل دور في المصنع ان هو يقطع الايه؟ يقطع الرانر. عمليه الريجراين كود ديكريز الميكانيكال ايه؟ بروبر، يعني لو العامل مش مصحصح وهو بيقطع الرانر دخل في السمك بتاع البلاستيك شويه ممكن المنتج يشرخ منه، فممكن يتلف بعض المنتجات وهو بيقطع في الايه؟ في الرانر. الطريقه دي اسمها كده كول رانر. يبقى هو كولد رانر؟ الكولد رانر انا ببرد المكان اللي بحقن منه مع الكافيتي نفسها، فما بيطلع المنتج ومعاه الجزء اللي بحقن منه بعد كده بنرجع نفسه. قلنا مزايا وقلنا عيوبه. في عندي تو تكنيك بيستخدمه في الكولد رانر، تو بليت او 3 بليت. بص كده دي اسطمبه تو بليت، دي اسطمبه تو بليت. تو بليت يعني جزء موفمنت وجزء
فيكس. وادي الايجكتور اهو اللي موجودين دول يا جماعه، دول الاربعه، دول الاربعه دول، دي ودي 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 بسموها الايجكتور. ادي النص الفيكس بتاع الاسطمب حلو، وادي الجزء الموبل بتاع الاسطمب. ايه اللي هيحصل؟ هقفل الاسطمب وابدا احقن من هنا، ادي النزل اللي هحقن منه، وبعدين طلع منتج اهو ومنتج اهو، وادي الجزء اللي بغذي منه اهو، الجزء اللي بحق الرن. بعد كده هبدا افصل الرنر ده وده واشيل جزء البلاستيك ده وابدا اقصه مره ايه مره ثانيه. التركه اسمها تو بليد، يعني عند سطح فاصل واحد، يعني عند سطح انفصال واحد موجود هنا بين الفيكسد بارت، الفيكسد بارت اللي هو ده، وده بين الموبل بارت اللي هو ايه اللي هو ده. وشايفين الايجكتور اهو، الايجكتور هو عمال يطرد الايه يطرد. طبعا الاسطمبة دي بتبقى سيمبل، لكن عيبها الخطير ما بقدرش احقن الا من المنتصف، يعني النوزل اللي بحقن منها ما اقدرش ارحلها فوق او تحت، لازم تكون النوزل موجوده فين؟ موجوده في المنتصف. دي احد عيوب التو بليت موت. لكن هي سيمبل، اه سيمبل، سعرها رخيص، سعرها رخيص، لكن مشكلتها لو انت عندك المنتج فيه تفاصيل كتيره وعايز تحقن من اكتر من مكان ما بتقدرش تعمل الطريقه دي بطريقه كويسه. النوع الثاني من الاسطمبات اللي هو 3 بليت، شايفين ال 3 بليت اهو، ادي الجزء الفيكس، وادي الجزء الموبل، وادي الجزء الانترميدي، ادي الجزء الانترميدي اهو، جزء في المنتصف اهو. يبقى ادي الاسطمبه، ادي جزء فيكس، والجزء ده طبعا بتبقى متعلق في المكنه في طريقه معينه عشان تشيله، تمام. وادي الجزء الموبل. شوف هنا انا عملت ايه، شوف انا عامل ايه. ادي مكان، ادي مكان النزل اللي بحقن منها، تبقى في مجره موجوده هنا، اقدر ادفع المعدن من هنا او من هنا، فيبدا المعدن يخش للمنتج ده من مكان، والمنتج ده من مكان ايه والمكان تاني، فاقدر مكان الانجكشن اقدر اتحكم فيه زي ما انا ايه زي ما انا عايز. التكنيك ده على فكره كويس في الكولد رانر، لان بعد كده هعمل ايه؟ اول ما افتح الجزء ده من الاسطمبه والجزء ده يبدا يتحرك شويه، الجزء ده يتحرك فوق او تحت شويه، بس سنه فوق او تحت شويه، هيروح فاصل الجزء ده، فاصل الجزء ده، وبعدين هيبدا الايجكتور يبدا يتحرك ويروح يطلع لك المنتج ده والمنتج ده. الجزء ده هعمل له كراشنج اللي هو الرانر ده، والجزء المنتجين دول هاخدهم استفاد بيهم. الطريقه دي لها كام سطح انفصال؟ ادي سطح انفصال وادي سطح انفصال تاني. الطريقه دي على فكره ما تنفعش في الهوت رانر، تنفع فقط يعني النوع ده من الاسطمبات، يعني النوع الاولاني من الاسطمبات ينفع اصممه مع الهوت رانر او مع الكولد رانر، النوع ده ما ينفعش مع الهوت رانر. ليه مع الهوت رانر؟ لان الجزء ده لو فتحت الاسطمبه كده الهوت رانر، الجزء ده بتبقى لسه بلاستيك منصهر هوت، لان بعمل عليه سخانات من هنا، فلو فتحت الاسطمبه بالطريقه دي البلاستيك هيبدا يسيل من عندي من هنا، فيبقى عندي مشكله. فعشان كده التكنيك بتاع 3 بليد ده لا يستخدم الا مع الكولد رانر، لكن اللي قبل منه اللي هو التو بليد تقدر تستخدم مع الهوت رانر او مع الكولد ايه؟ مع الكولد. بص كده على الهوت رانر، الهوت رانر اهو، الهوت رانر حتى وانا راسم لك الهوت رانر راسم لك اسطمبه واحده بس اللي هي الايه؟ التو بليد اللي هي اللي فاتت اللي اولانيه اللي خالص اه التو بليد. ايه اللي حاصل؟ ادي الفيكسد بار وادي الموبل بار، هنا الموبل بار يقفل، وادي النزل اللي بحقن منها اهي، البلاستيك هيبدا يخش من هنا كده، هيبدا يتوزع جزء منه هنا وجزء هنا، جزء يروح للمنتج ده وجزء يروح للمنتج ايه؟ للمنتج ده. وبعدين وبعدين ايه يا شباب؟ هيحصل ايه بعد شويه؟ هبدا ابرر، وبعد ما برر هفتح للجزء ده من الاسطمبه، النزل موجوده هنا، النزل اللي بحقن منها البلاستيك موجوده هنا، موجوده في نهايه الجزء بتاع الجزء الفيكسد ده. فايه اللي بيحصل؟ الجزء بتاع الجزء هنا اهو، الجزء ما بيحصل قفله هنا، ايه اللي بيحصل؟ خلاص الجزء ده بتبقى لسه هوت هوت بلاستيك اهو. طب هو الهوت بلاستيك ده ميزه؟ اه، ما يحتاجش مني تدفيع ضغط كبير، لان الجزء ده لو برد بضطر عشان ادفع البلاستيك هنا بيمشي في مجرى برد، فبضطر استخدم ضغط عالي، هنا لا بستخدم ضغط قليل، وطالما بستخدم ضغط قليل هيبقى الكلامبنج بريشر هو كمان ايه؟ قليل. الطريقه دي اسمها هوت رانر. طب ايه الفرق بين الهوت رانر والكولد رانر؟ اه، ان هوت رانر، ذا هوت رانر كيب هوت اند انسوليتد فروم تشيلد كافيتي. يعني ايه معناها؟ يعني الرانر بيظل معزول عن الكافيتي، يعني الكافيتي بتبقى حاجه والرانر حته ثانيه، دي بيحصل لها هيتنج ودي يحصل لها كولنج. طب دي ليه يحصل لها هيتنج؟ عشان يظل البلاستيك اللي جوه هوت، فبالتالي ما اضيعش جزء كبير من البلاستيك كل مره في عمليه الايه الحرق. على فكره الجزء ده مش مناسب للرسمه دي، لان في الجزء بتاع الهوت رانر الجزء ده
الجزء ده اهو ما بتبقاش موجود، لان الجزء ده بتبقى لسه موجود معدن او بلاستيك منصهر موجود جوه الايه؟ جوه القرش. بنقول هنا الهوت رانر ما ينفعش الا يكون معته ايه؟ تو بليت، واحده فيكسد والثانيه ايه؟ والثانيه موجود. طب انواع الهيتر اللي بستخدمها، الساخنات اللي بستخدمها هنا في الهوت رانر ثلاث انواع، يا اما انسوليتد رانر يا اما هيتد رانر. كلمه انسوليتد رانر يعني ايه؟ يعني ما بستخدمش سخانات. امال بعمل ايه؟ باجي في المنطقه اللي فيها الرانر واعزلها، اعمل لها انسوليشن. انسوليشن ليه؟ عشان تظل هوت. طب هي بتجي لها الهوت منين؟ كل ما بدفع شويه بلاستيك بتسخن شويه، شويه بلاستيك ثانيه بتسخن شويه، فما بعزلها بيظل الرانر ده هوت. طب بعزلها ازاي؟ يا اما بستخدم انسوليتد ماتيريال هنا عشان اعزل بيها، يا اما بخلي السكشن ده في الاسطمبه بيبقى المقطع بتاعه كبير عشان ما يسربش درجه الايه؟ عشان ما يسربش درجه، وده طبعا تبقى التكلفه بتاعته قليله، لكن مشكلته ان لو وقفت الاسطمبه البلاستيك اللي هنا بيتجمد، فبضطر عشان اوقف اطلع الجزء اللي اتجمد من البلاستيك هنا، فبتبقى صعبه شويه ان انا اوقف، عايز اشتغل على طول، مش عايز اوقف الشغل يعني، لازم اشتغل على مدار 24 ساعه. في نوعين تاني من الـ من الرانر او الهوت رانر، نوع اسمه اكسترنال هيتد. وكلمه اكسترنال هيتد يعني بنيجي على الجزء اللي فيه الرانر ونحط عليه جاكيت من بره، سخانات موجوده من بره، السخانات بتسخن المنطقه دي، فالرانر بيظل هوت. وطبعا دي بتبقى الصيانه بتاعتها اسهل شويه. في نوع تاني اسمه انترنالي هيتد، يعني السخانات بيبقى بيلت ان جوه الاسطمبه هنا، بيلت ان هنا، دي بتبقى صيانتها اصعب شويه من الطريقه اللي اصعب شويه من الطريقه اللي فاتت. الطريقه كده اسمها هوت رانر، الطريقه كده اسمها. يبقى انا عندي تو تكنيك في الانجكشن مولد، تكنيك اسمه كولد رانر ان الرانر ده بنبرده مع الكافيتي، وفي تكنيك اسمه هوت رانر الرانر ده كيب هوت، بينما الرانر بنعمل لها شيلد او بنعمل لها تب كولينج عشان البلاستيك اللي جواه يتجمد. الهوت رانر ايه مزاياه وايه عيوبه؟ اول ميزه نو رانر ريموف، نو رانر ريموف، يعني مش هشيل الرانر بيفضل هوت، فبالتالي مفيش ويست في البلاستيك، مفيش عامل محتاج يقطع الرانر، فدي كلها مزايا. ايزلي او ايزير فولي اوتوماتيك اوبريشن، يعني الطريقه اقدر اعمل لها ايه؟ الطريقه تقدر تكون كلها اوتوماتيك، العنصر البشري بس بيراقب العمليه بس. الكلامبنج اند انجكشن بريشر ار سمولر طبعا عن ايه؟ عن الكولد رانر. شورتر كولينج تايم، المعدل التبريد او الفتره اللي ببرد فيها المنتج جوه الكافيتي بتبقى اقل من الكولد رانر، يعني في الكولد رانر ببرد المنطقتين، هنا ببرد بس الكافيتي بس، فبالتالي الانتاجيه هنا بتبقى اعلى. طب ايه عيوبها؟ اولا هاير كوست، هاير كوست سخانات وكهرباء وصيانه. ديفيكال كلر تشين، تغيير الالوان بيبقى صعب. ليه؟ لان المانيفولد اللي كنت بحقن منه بيظل فيه بلاستيك باللون القديم، فعشان احقن بتشغيله جديده بيظل اللون مغبر شويه باللون القديم لغايه ما اللون القديم يبدا ايه؟ يزول من الرانر خالص، عشان اقدر احصل على لون كلير او لون واضح باللون الجديد. ماتش مور كومبلكس تو ورك وذ، يعني التشغيل بتاعها صعب، سخانات والاسطمبه ثلاث قطع والكلام ده، تبقى محتاجه ليبرز او عماله مور سكيلد او عماله مدربه اكتر. مور ورك انفولد وذ ستارت اب، يعني عشان اعمل ستارت اب للمكنه او ابدا بدايه التشغيل باخد وقت كتير في بدايه التشغيل. الثيرمال انسوليشن بتاع الهوت رانر ممكن يكون بروبلم او مشكله، يعني لو انا عايز اعمل اسطمبه مثلا اعمل اعزل منطقه الرانر عن الكافيتي تبقى محتاجه احتياطات معينه، لان انا ببرد الكافيتي وبسخن الرانر. مور بريك داونز، كلمه بريك داونز يعني الاعطال بتاعتها كتيره، عشان كده بتحتاج هاير مينتنس ايه كوست. ده كده المزايا والعيوب بتاعت الهوت رانر. طبعا في طرق بستخدم فيها الهوت رانر بتبقى مناسبه ليها، وفي طرق بتبقى مناسبه ليها الكولد رانر، حسب انا عايز اعمل ايه، ممكن استخدم التكنيك بتاع الهوت رانر او استخدم التكنيك بتاع الكولد رانر. هنا دي الخاتمه بتاعت الموضوع، بيقول لك ان هنا البوليمرز ممكن اعملها الالكترونكس والباكنج والاوتوموبيل والكونستراكشن مش عارف ايه، استخداماتها ايه؟ كتيره، التكلفه بتاعتها قليله، وزنها قليل، ما بتصديش، فيها مزايا كتير، فعشان كده البلاستيك في الفترة الأخيرة حل محل المعدن. الاسطمبات بتاعة البلاستيك سعرها أرخص بكتير، يعني اسطمبات البلاستيك تقريبا سعرها ما يقرب من خمس تمن اسطمبات الميتال، لأن مش محتاج درجات حرارة عالية،
فعشان كده الموضه بتاعت البلاستيك ظهرت في الفتره الاخيره. المحاضره بتاعت النهارده كان عباره عن نظره عامه كده عن طرق تصنيع البلاستيك. احنا قلناها ليه المحاضره دي؟ لان المناهج بتاعت الانتاج كلها ما فيش فيها حاجه خالص عن البلاستيك. في جزء كبير من المهندسين بعد ما بيتخرجوا بيجي يرجعوا يسالونا يعني ايه هوت رانر، يعني ايه كولد رانر، يعني ايه تو بليت مولد، يعني ايه 3 بليت مولد. يروح يتسال في المصنع وهو ما خدش حاجه خالص عن البلاستيك. فعشان كده اصرينا ان احنا ندي جزء في برودكشن واحد وجزء في المانيفاكتشرنج تكنولوجي عن البلاستيك بروسيسنج. ارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا من محاضره النهارده.